طيب طالما بقى فتحنا الكلام عن مو صلاح والدوري الانجليزي، تعالوا نعرف حضراتكم برضو بشويه مستجدات كده حصلت في الدوري الانجليزي مؤخرا. نادي توتنهام اعلن تعيين انطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق خلفا للبرتغالي سانتو. نشر الحساب الرسمي لتوتنهام مقطع فيديو قصير بيؤكد من خلاله تولي كونتي المسؤوليه الفنيه، وعلق على هذا الفيديو قائلا او هذا الكلام يعني قائلا: صباح الخير كونتي باللغه الايطاليه او بونجورنو كونتي. اعرب طبعا توتنهام عن سعادته بتولي انطونيو كونتي المسؤوليه الفنيه للفريق بعقد يمتد حتى صيف 2023 مع وجود خيار التمديد، في امكانيه التمديد على حسب ما الدنيا هتمشي ما بينهم ازاي. طبعا كونتي تولى قياده الفريق خلفا لسانتو بعد النتائج السيئه في البريمير ليج، اخرها الخساره بثلاثيه نظيفه امام مانشستر يونايتد، واحتلال الفريق المركز التاسع برصيد 15 نقطة فقط، على الرغم من البداية المثالية خلينا نقول وتحقيق الفوز في أول ثلاث جولات في المسابقة، ولكن بعد كده الدنيا ما ظبطتش معاهم. دي نقطة.